شو هاد؟ راجيني؟ منيح انك جيتي سوارة، لأني كنت هلأ بدي أجيب التياب. أول شي خبريني أنت ليش عملتي هيك؟ شو؟ ليش شو عملت؟ ليش لما شفتيني واقفة برا مع الخالة صريخة أجيتي وقلتي عني لماما ولعمتي فورا؟ سوارة، ماما وعمتي كانوا طالعين لبرا وهن اللي شافوكي وانتي واقفة مع الخالة صريخة. أنا ما دخلني، ما حكيت شي، بس ما حبيت خجل عمتي. عن جد؟ يعني ماما كانت عم تتبلعكي؟ شبك سوارة، شو عم تكذبيني يعني؟ عم تتهميني إني حكيت لهم وقلتيلي إني كنت بمكان ما لاقوا جزدان أختي؟ شو قصدك؟ ليش عم تعملي تحية معي سوارة؟ فهميني، شوفي براسك عم تشكي فيني ما؟ راجيني لا مو هيك، أنا بس عم حاول لاقي طرف الخيط لحتى نلاقي أختي. إما إجيت لهون لأنها قلقانة كتير وطلبت مني ساعدها، وإنتي إنتي بتعرفي كتير منيح يا راجيني، لو إنه برينتي عم تعمل شي قصة ما كانت اختفت كل هالقد. يعني يمكن هي يمكن شو كمان؟ خلص بكفي بقى سوارة، ما مليتي من حالك؟ انتي وسنسكار على طول بتفكروا مثل الجواسيس؟ خلص لا تقلقي، انا بس كنت عم بمزح معك. شو ما فيني امزح معها لاختي كمان؟ يلا روحي وانا رح اجيب تياب للغسيل. أنا
أنا صار لازم خطط منيح شو بدي أعمل بعد اللي عم بيصير هلأ. لهلأ ماني فهماني شي. أكيد في شي خطير صاير معها لبارنتي. شرميزة كانت عم بتقلي إنه بنتي سوارة سألت عني. معقولة هي شافتني لما كنت بالمعبد مع الممرضة؟ إذا شافتني أكيد هي رح تشك بشي وقتها. شو بدي أعمل يا قدير؟ ما بعرف ليش سوارة بتحب إنه تتجسس كتير. خلص تتركني بحالي وتريحني. شو أعمل هلأ؟ أنا لازم أتصل بسوارة وأسألها فوراً. أنا هلأ لازم أعرف شو عم بيدور براسها. ستي أي ستي كيف صرتي؟ أنتي منيحة؟ أها منيحة ما فيني شي. هو أنا فكرت أني أتصل فيكي. نحن من زمان ما حكينا مع بعض. وشرميزة قالت لي أنه أنت كنت عم تسألي عني. مزبوط. سوارة بعرف أنك خايفة علي كتير وعم تطمني. وأنا رحت على المعبد بس ضليت واقفة برا وما فتت لجوا أبدا. لهيك أنا فكرت أنه أنت شفتيني وقتها. قولي لي انت شو عرفك انه كنت بدي احكي معك مشان هي القصه؟ انا ما بتذكر اني حكيت لها لامي. هو بس عم اقول لك انه انا رحت على المعبد. ايه وتوقعت انه ممكن شوفك لاني بعرف انك بتصلي هنيك. بس انا انشغلت شوي واضطريت اني اطلع بكير. شو بس يا قدير نسيت شو بدي أحكي. ليكي بنتي أنا نسيان الطبخة على النار. نحكي بعدين. يلا هلأ سكري. إيه يلا يلا. ستي شو عم تخبي عني؟ أنا صار لازم روح دور على هالممرضة لأعرف شو عم يصير هون. رقم خاص. اسمعيني انا بعرف انه انت اللي قتلتيها لبارينتي وانا كمان عندي دليل على هالشي اذا بدك. ولهيك من اليوم ورايح انت راح تنفسي كل شي بطلبه منك. لا لا يلا قول ليش عم تعمل هيك فيني؟ شوفي ليش خفتي؟ أنا لاك شي مهيشواري. ولا شيء. صدقني ما خفت بس أنا ف...
تفاجأت شوي. معناها خطتي طلعت ناجحة وقدرت خوفك. منيح. مدام راجيني، تعرفي إنه وقت بتضحكي بتكوني كتير حلوة. المشكلة ما في سبب يخليني مبتسمة طول الوقت. لا تخافي، تركي هذا الموضوع علي، أنا مسؤوليتي إني ضحكت. صحيح، أنا أجيت من شان غير تيابي لأنه توسخوا. أنت انزلي اشربي شاي تحت. طيب. مين بده يكون هاد؟ أكيد رح يضل يتصل ويهددني. شو بده مني؟ لازم أعرف شو حقيقة الشي اللي بيناتهم، وبعدين بدور على بارينتي. هاد بيكون لبارينتي. ليكي، أنا متأكدة إنه بارينتي صاير معه شي. بترجاك تساعديني لحتى نلاقيها. وستي كذبت علي على التليفون. أنا ضروري كتير شوفها لهالممرضة لأفهم شو عم يصير. راجيني ولكشي، تعالوا كلوا معي كتير طيبين، عن جد كلوا ما رح تندموا. أوترا، خدي لهم الشاي. خير، شو صار؟ سوارا؟ سوارا؟ سوارا شو صار لك؟ لك هذا جرح غمي كثير. بنتي؟ لك شو صار لها؟ في دم كتير. شو عم تعملوا انتو؟ نحن لازم ناخدها على المستشفى. لك ما قلت جاي حالك هيك؟ شبكي انتي، وين كان عقلك؟ على مهلك. يعني أنا كنت عم طالع الطحين وانجرحت بالمسمار. سوارة؟ سوارة؟ سوارة رد علي. سوارة؟ سوارة؟ سوارة فتحي عيونك. ماما جيبي لي مي. سوارة اصحي. سوارة فتحي عيونك، بترجاكي سوارة. سوارة امي. سوارة؟ سوارة؟ سوارة فتحي عيونك. سوارة؟ سوارة ما لازم نتأخر أكثر، يلا قوموا خدوها على المستشفى فورا. ايه ماما، لاكشي جهز السيارة. ايه، وأنا بدي أروح كمان، سوارة. راجيني، سانسكار، جهزوا سوارة بسرعة. ديروا لي بالكم على بنتي. يلا. لا على مهلك، انتبهي. لا تروحي مع سوارة على المستشفى. سانسكار، روح انت مع سوارة وانا لازم ضل هون. ماشي. ديري بالك سوارة، على مهلك. المدى
قدام نزفت دم كتير، لهيك لازم تضل هون. أنا بفضل تنام بالمشفى حتى نطمن على حالتها. ماشي؟ طيب راجيني، سمعت الدكتور شو قالنا؟ إيه سنسكار. ليك سنسكار، بترجاك إنه دير بالك منيح على سهرة وتضلك جنبه ولا تترك لحالة أبدا. ماشي. طيب دكتور، بتمنى تدير بالك عليها كتير منيح. أنا ما بيهمني غير إنه تكون سهرة منيحة. لا تقلق يا ابني، هاي شغلتنا نحنا. ماما عم تدق، رح أحكي معه وإجي. خليتكم كلكم تخافوا علي، بس هي الطريقة الوحيدة لحتى ضل بالمشفى اليوم. رح ضل هون اليوم، بركي بقدر أعرف أي شيء عن هاي الممرضة. سوارة، سوارة أنت هون؟ وين رحتي سوارة؟ قسم الأمومة، لو سمحتي. ايه مدام. كنت عم دور على ممرضة بتشتغل عندكم هون. هو قليلي شو اسمها مدام وانا بقدر ساعدك، بعرف كل الممرضات هون. ما بعرف شو اسمها، بس انا بعتذر ما فيني ساعدك بشي. بس يعني خدي. وهي مصرياتك. بدي احكي معك فورا. ليش هيك عم تهربي مني؟
وقفي عندك أحسن ما عاملك مشكلة. إذا ما بتحكي الحقيقة كلها هلأ ببعتك عالسجن فورا. احكي ليش عم تشوفي ستي؟ عشو عم تتفقوا انتو التنتين؟ خدي قد ما بدك، بس المهم تخلصيني منه. ما بدي حدا يشوفه. وليكي إذا بتطلع هالقصة من بيناتنا ساعتها رح تندم. طيب ليكي، أنا رح قلك شو الموضوع. أنا بعرفها لستك، بس صدقيني أنا ما دخلني بشي أبداً. صدقيني أنا ما عملت أي شي غلط. شو قصدك بغلط؟ ليكي، كل شي صار وقتها ستك هي طلبته مني، وهي ما كان بدها هذا الولد. الولد؟ إيه، كنا عم نحكي بهالقصة، وأكيد شفتينا وقت كنا أنا وستي. بس هن قالوا لنا إنه هذا الولد مات. هو وقتها مات قبل ما يخلق. لا ليكي، ستك عرضت علي مصاري قد ما بدي منشان آخذ الولد وأتخلص منه. قصدك إنه هذا الولد عايش؟ لا لا لا، هو لا. احكي لشوف. طيب ماشي، شوفي أخوكم لساته عايش. بس ستك هي اللي قالت لي اتخلص منه، ولهيك انا وقتها اخذته وبعدته من هون. لك شو عملتي باخي؟ يلا احكي، احسن ما ورجي الفيديو لمدير المشفى. لك يلا قولي احكي. الفيديو؟ لو أنا مفكرة حالك رايحة مو خجلانة من حالك؟ لسه مو بس عند أخي، بس مدري كم ولد كمان أخده وأبدع عليهم مصاري. ما في داعي تضيعي معه وقت أكتر سوارة. أنا رح أتصل بالشرطة فوراً وخليهم هن يجوا يتصرفوا معه. بترجاكي بلا هالشرطة، أنا ما عملت هالشغلة لحالي. ليكي، الدكتور مهدى المسؤول، هو قال لي وقتها روحي خبري أمه للولد إنه هو هلأ مات. شوفي، الدكتور مهدى رجال كتير كبير، أنا عملت مثل ما بيقول وما عملت شي خطأ، هاي كانت أوامره هو. إذا اتصلتوا بالشرطة وقتها الدكتور مهدى رح يهرب، وبس أنا اللي بروح فيها. بترجاكي لا تحكي الشرطة. بعد ما عرفت كل هالقصص الوسخة عنك وعن الدكتور مهدى بدك يعني ما حاكي الشرطة كمان؟ لا. شوف شغلك سانسكار. لا لك، انتي لازم تموتي. Ha ha!
سوارة سوارة شبك لك سنسكار انت عم تنزفي سنسكار الحقها سوارة روحي على غرفتك وانا هلا بلحقك وبجيب معي الدكتور يلا تحرك لا سنسكار لازم تمسك هديك الممرضة لكينا منا هلا انت عم تنزفي هلا وجرحك هو الاهم رح احكي مع الشرطة وهني رح يشوفوا شغلهم معها تعالي معي يلا سنسكار انا لازم لك شغلي قولي انا سنسكار انا عن قصد جرحت حالي لأنه كان لازم إجي لهون ضروري مشان حاكي هديك الممرضة أنا ما كان عندي طريقة ثانية ما عم بفهم ليش ما قلتي لي من قبل لأنه لو قلت لك كنت رح تخاف علي وما رح تخليني إجي عن جد أنا آسفة آسفة لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.